تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالاند وأبرز ما فيها. رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم يلتقي بكبار مسؤولي وزارة الإعلام والتوعية بالقصر الرئاسي. وزير الإعلام والتوعية معالي عبد الله محمد ظاهر عكسي وتصريح للتلفزيون الوطني. مشاركة كل من وزير الداخلية ووزير العدالة بمناسبة موسعة نظمتها جامعة جوليس. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن نشرها بالتفصيل. التقى اليوم رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم بمسؤولي وزارة الإعلام والتوعية والتراث، وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية وطريقة عمل وزارة الإعلام والخطط المستقبلية للوزارة وأهم العقبات التي تواجه الوزارة وكيفية تجاوزها. التقى اليوم رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم بمسؤولي وزارة الإعلام والتوعية والتراث، وفي مقدمتهم وزير الإعلام معالي عبد الله محمد ظاهر عكوسي ونائب وزير الإعلام السيدة شكري حرير إسماعيل والمدير العام بوزارة الإعلام السيد محمد علمي آدم الكعصي ومدير قطاع التلفزيون الوطني سعادة عبدي علي مهدي ونائب مدير قطاع التلفزيون الوطني سعادة قاسم حسن ومدير قسم الصيانة سعادة أحمد سليمان وينه. وتم خلال اللقاء مناقشة كيفية وطريقة عمل وزارة الإعلام والخطط المستقبلية للوزارة وأهم العقبات التي تواجه الوزارة وكيفية تجاوزها. كما تم خلال اللقاء عرض كتابين يبين فيه مدى التطور الذي تشهده جمهورية سومالاند في مجال الصحافة في عهد رئيس جمهورية سومالاند فخامة أحمد محمد محمود آدم، كما أشاروا إلى دور الصحافة في اتحاد وتواصل شعب سومالاند في الداخل والخارج وعن إيصال المعلومات الصحيحة والدقيقة إلى شعب سومالاند أولا بأول. كما أشار مسؤولي وزارة الإعلام إلى العقبات التي تواجه وزارة الإعلام وكيفية تجاوزها. وفي تصريح للمتحدث الرسمي لقصر رئاسة الجمهورية سعادة حسين آدم عقه عقب انتهاء اللقاء، أشار من خلال تصريحه إلى أن مسؤولي وزارة الإعلام قدموا شرحا مفصلا عن أهم الأعمال والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الحالي وعن أهم الخطط المستقبلية والمشاريع التي سيتم إنشائها وعن العقبات التي تواجههم وكيفية تجاوزها. كما شكر من خلال حديثه مسؤولي وزارة الإعلام على المجهودات التي يقوم بها لتطوير الوطن بمجال الصحافة. صرح اليوم وزير الإعلام والتوعية والثقافة بجمهورية سومالاند معالي عبد الله محمد ظاهر عكوسي في مقابلة مع التلفزيون الوطني أعرب من خلالها عن استيائه لعدم التزام مسؤولي إذاعة صوت أمريكا ببنود الاتفاق المتفق عليه فيما بينهم. صرح اليوم وزير وزارة الإعلام والتوعية والثقافة بجمهورية سومالاند معالي عبد الله محمد ظاهر عكوسي في مقابلة خاصة مع التلفزيون القومي أعرب من خلالها عن استيائه لعدم التزام مسؤولي إذاعة صوت أمريكا والمعروف اختصارا VOA ببنود الاتفاقية من الإذاعة ووزارة الإعلام، حيث أشار أنه بموجب الاتفاق الذي تم بين وزارة الإعلام وإذاعة VOA فإنه لم يلتزموا ببنود هذا الاتفاق، حيث تعمدوا في الفترة الأخيرة ضرب عرض الحائط بشروع وزارة الإعلام والتوعية المتعارف عليها والخاصة بالبث الإذاعي، غير أن إذاعة VOA زالت في فترات بثها الإذاعية في حين لم تستجير وزارة الإعلام وهي المرجع الوحيد والممول بنظم البث الإذاعي عبر جمهورية سومالاند. هذا كما أضاف أيضا وزير الإعلام من خلال تصريحه داعيا مسؤولي إذاعة VOA بالعدول عن تلك الانتهاكات والمنافية للبنود الأساسية التي تم الاتفاق عليها سابقا من بث إذاعي لأخبار وبرامج، مشيرا أيضا إلى أن إذاعة البي بي سي باللغة الصومالية متساوية مع إذاعة صوت أمريكا إلا أنهم ملتزمون بكافة بنود الاتفاقية التي فيما بينهم. هذا كما أشار معالي وزير الإعلام في ختام هذه المقابلة إلى أن جمهورية سومالاند دولة لها نظم وشروع ودستور خاص بها لا سيما بالمجال الإعلامي بكافة فروعه من بث تلفزيوني وإذاعي وصحف، سواء كانت هذه الوسائل خاصة أو حكومية، فوزارة الإعلام تعد هي المرجع الأول والأخير لهذه المحطات والقنوات داعيا كافة الجهات باحترام الشروع والقوانين الخاصة بالمجال الإعلامي بجمهورية سومالاند. شارك كل من وزير الشؤون الداخلية بجمهورية سومالاند معالي علي محمد ورن عضه ووزير العدالة والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عضره في مناسبة كبيرة نظمتها جامعة جوليس. شارك اليوم كل من وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية سومالاند معالي علي محمد ورن عضه ووزير العدالة والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عضره في مناسبة كبيرة نظمتها جامعة جوليس لتكريم عضو مجلس بلدية مدينة بريستول بالمملكة المتحدة البريطانية السيدة هباق شامع. شارك في هذه المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. تحدث في البداية وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورن عضه رحب من خلال كلمته بالسيدة هباق بوطنها الأم، كما أثنى على جهودها الكبيرة ودورها الواضح في إيصال قضية الاعتراف بجمهورية سومالاند إلى المجتمع الدولي. وفي كلمة لوزير العدالة والجهاز القضائي معالي أحمد فارح عضره
أشار إلى شعوره بالفرحة للمشاركة في هذه المناسبة التكريمية، وحث عضو مجلس بلدية بريستول بمواصلة جهودها البناءة من أجل تقدم وازدهار جمهورية سومالان. عميد جامعة جولس السيد سعيد أحمد حسن أشار من خلال كلمة له في المناسبة بأن العضو هباق جامع قد استحقت هذا التكريم، وذلك نظرا لسعيها الدائم لحصول جمهورية سومالي على الاعتراف من قبل المجتمع الدولي. هذا وقدم عميد جامعة جولس شهادة دكتوراه شرفية لسيدة هباق جامع على أعمالها وجهودها الكبيرة. من جانبها تحدثت بكلمة السيدة هباق جامع، وجهت من خلالها الشكر والثناء لمسؤولي جامعة جولس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدة من خلال حديثها إلى أن ما تقوم به من جهود هي واجب وطني على كل مواطن بجمهورية سومالان، وأشار كذلك إلى أنها سوف تواصل هذه الجهود حتى يتم الاعتراف بجمهورية سومالان من قبل كافة دول العالم، وذلك لأنها تستحقه نظرا لما توصلت إليه من تقدم والتنمية في كافة المجالات، ولتمتعها أيضا بكافة مقومات الدولة المستقلة. شارك اليوم رئيس حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين في افتتاح شركة باشا للطيران والسياحة بالعاصمة هرقيسة. شارك اليوم رئيس حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي وبرفقته عدد من الوزراء والمسؤولين في افتتاح شركة باشا للطيران والسياحة بالعاصمة هرقيسة. تحدث في بداية المناسبة كل من مالكة شركة طيران باشا للطيران والسياحة السيدة هبة باشا حسن والسيد عمر موسى كاهن، أشارا من خلال حديثهما إلى تاريخ الشركة في مختلف دول العالم، وهذه هي المرة الأولى التي نفتتح فرع الشركة بالعاصمة هرقيسة نظرا للتطورات الملحوظة التي تشهدها سومالان في كافة المجالات والفائدة التي ستعم على الوطن والمواطنين من خلال افتتاح هذه الشركة. وفي كلمة لوزير التجارة معالي موسى قاسم، أشار من خلال حديثه بدعم جمهورية سومالان للمستثمرين السومالانديين، كما شكر من خلال كلمته السيدة هبة باشا حسن بالمبادرة التي قامت بها للاستثمار بجمهورية سومالان. كما تحدث رئيس حزب كلمية الحاكم سعادة موسى بيحي عبدي خنأ من خلال كلمته مالكة شركة طيران بالخطوة الحكيمة التي اتخذتها، كما أشار إلى تطور جمهورية سومالان في المجال الاقتصادي. من جانب آخر تحدث في المناسبة كل من وزير الدولة لوزارة المالية ووزير الدولة للشؤون الاجتماعية ونائب وزير الطيران والنقل الجوي، هنأوا من خلال كلمتهم مالكة شركة طيران بافتتاح شركة الطيران باشا للسياحة والسفر، وحثوا بمواصلة جهودها لتطوير سومالان. كما تحدث في المناسبة مسؤولين وضيوف شرف آخرين. قام اليوم المجلس المحلي لمدينة عنبة بحملات تنظيفية واسعة بمقاطعة ودامغو التابعة لإقليم سرار، وكان على رأس المسؤولين المشرفين على هذه الحملات عمدة مدينة عنبة وعدد آخر من المسؤولين. قام اليوم المجلس المحلي لمدينة عنبة بحملات تنظيفية واسعة بمقاطعة ودامغو التابعة لإقليم سرار، وكان على رأس المسؤولين المشرفين على هذه الحملات عمدة مدينة عنبة سعادة أحمد قني عبدي يوسف، وبرفقته السكرتير العام لمجلس بلدية عنبة السيد عمر محمود موسى وعدد من أعضاء المجلس المحلي ومسؤولين آخرين. هذا وفي كلمة لعدد من المسؤولين وجهوا من خلالها الشكر والثناء لأهالي ومقيمي هذه المنطقة على حسن تعاونهم مع السلطات التي تقوم بهذه الحملات بهدف المحافظة على المنظر العام لمقاطعة ودامغو وفتح الطرق لتسهيل مرور المركبات والأفراد، مشيرين كذلك من خلال حديثهم إلى أهمية المحافظة على النظافة والمنظر العام للمنطقة. وتحدث كذلك بكلمة كل من مدير مقاطعة ودامغو السيد نوح إبراهيم وأحد شيوخ المقاطعة، شكروا من خلالها مسؤولي المجلس المحلي لمدينة عنبة على هذه الخطوة وعلى جهودهم الدائمة لخدمة المواطنين في الإقليم وتحقيق التطور والتنمية فيه. مشاهدينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا من أنباء لهذه الليلة، على أمل اللقاء بكم في نشرتنا القادمة. تقبلوا مني وفريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.